الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، بداية كل عام وأنتم بخير وأهلا وسهلا بكم في هذا المساق الجديد والفن الجديد والذي يعتبر إن شاء الله بمثابة البنية التأسيسية الأولية لكم نحو عالم الصحافة والإعلام. هذا المساق الذي سنكون معكم به إن شاء الله هو مساق تحرير صحفي ويركز على الخبر الصحفي. قبل أن ندخل في غمار المساق، كنا في المساقات في المحاضرة الأولية تحدثنا عن بعض النقاط الأساسية المتعلقة بأصول وأبجديات المهنة، نعيد بعض النقاط للضرورة ومن باب الفائدة. مهنة الصحافة، أو لماذا الصحافة، ولماذا أن أريد أن أكون صحافيا؟ وجهت بعض التساؤلات في المحاضرة السابقة للبعض من كنا وأجبتم على أساس يجب أن يكون لدينا، اتفقنا، دافع وحافز لخوض غمار مهنة الصحافة التي تعتبر من أمتع ومن أهم ومن أخطر المهن على وجه الأرض. ولكن هذه المتعة وهذه القوة وهذه المكانة التي تتمتع بها مهنة الصحافة تواجهها أو تحتاج إلى استحقاقات يدفعها الصحفي الفلسطيني تحديدا، لأنه يعيش أوضاع غير سوية سواء على صعيد الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته أو على صعيد الانقسام الفلسطيني وتداعياته المؤثرة سلبا على حرية الرأي والتعبير والممارسة الصحفية. لذلك هذه النقاط، هناك بعض النقاط سنتناقش فيها ونستفيد من موضوع الشبكات الاجتماعية. هناك صفحة جديدة سأطلعكم عليها الآن إن شاء الله، سنتحاور من خلال هذه الصفحة لأنها هي صفحة تفاعلية بدرجة أساسية، ونستفيد من خلال طرح بعض الأسئلة التفاعلية وتلقي الإجابات حول هذا الموضوع. هذه النقطة أحب أن أتوقف عندها. أنتم الآن على أعتاب مهنة الصحافة، طالما حتى لو كنتم في السنة الأولى والمستوى الأول، لكن من الآن يجب أن تؤهلوا أنفسكم جيدا لخوض غمار هذه المهنة. فقبل أن نخوض غمارها نريد أن نعرف ما هي المهام التي يمكن أن نتقلدها. شو ما يمكن نشتغل إحنا كصحافة، هل مجال، مجالين، ثلاثة، أربعة، ما هي المجالات المتاحة أمامنا للعمل في مهنة الصحافة؟ قسمت هذه المجالات إلى ميدانية، تحريرية، فنية، إدارية، وتسويقية. هناك تداخل، هذا أمر طبيعي جدا، بمعنى أنه قد نجد صحفيا يشغل كل هذه الوظائف، وهذا بالعكس هذا معناته أنه لديه المهارات الإضافية، وهذا الذي يسعفه في حياته إن شاء الله. دعونا نستعرض يعني بعض هذه النقاط ايضا بشكل سريع، لانه يعني بتحتاج الى يعني محاضره متخصصه للحديث حول هذه النقاط بشكل تفصيلي. المهام الميدانيه، ماذا اقصد بالمهام الميدانيه التي يمارسها الصحفي؟ المراسل الميداني. اهم وظيفه في عالم الصحافه قاطبه هي المراسل. ليش؟ تصوروا لدينا اليوم، لدينا نتخيل 10 مؤسسات إعلامية ضخمة، مباني، إمكانات، أثاث، أدوات، إمكانات مالية وما إلى ذلك، كل شيء، وليس لدينا طاقم مراسلين. إحنا ماذا ستكون النتيجة؟ لن تكون مؤسسة إعلامية، ستكون مؤسسة قائمة على إنتاج الآخرين. دائما المؤسسة الإعلامية هي التي تنتج ولا فقط تستورد. نحن نأخذ ونستورد من وكالات الأنباء، هذا سنأتي عليه، ماشي، لا عيب في ذلك، لأنه لا نستطيع أن يكون لدينا مراسلين في دول عربية ودولية وبعيدة وما إلى ذلك، تعفينا من التكلفة العالية. لكن إذا ليس لدي إنتاج يشبه مواقع القص واللصق، مواقع القائمة على سرقة الموضوعات من الغير، وهذا معناته أنه احنا يعني ليس لنا أي صبغة وأي بصمة مهنية، فلا نريد مثل هذا النوع. إذن المراسل والمندوب وما يطلق عليه المخبر الصحفي، نعم، هو أساس العمل الصحفي. من الذي جاء بالخبر؟ من الذي أرسل الخبر للمؤسسة؟ المراسل. أو بينهما فروقات، لكن هما أساس عملهم عمل واحد، اللي هو جمع المعلومات من مصادرها الأولية من الميدان. نأتي إلى كلمة الميدان. عندما نتحدث بكلمة الميدان،
ما هو مدلول كلمة الميدان بالنسبة لنا كصحفيين؟ مكان الحدث. مكان الحدث. قلب الحدث. ساحة العمل، ميدان العمل. الشارع. الشارع، الحي، أي مكان، لكن هذا المعنى المباشر. طب ما هو المعنى غير المباشر لنا في الميدان؟ الميدان بالنسبة للصحفي هي المعلومات اللي حسب عملها للحدث، يعني مكان جمع المعلومات. طيب تمام، غير أغلب الخبر اللي هي الطريق لتكوين الخبر وتشكيل الخبر. غير قدرات المراسل. قدرات المراسل، هذه النقطة أنا اللي أشاهد في الموضوع، بمعنى مهاراتي، شخصيتي، بصماتي، قدرات الأولية تتشكل من أين؟ وأنا جالس وراء المكتب؟ لا. بالتأكيد لا. الميدان هو المعلم الأساسي والأول والأكبر لأي صحفي على وجه الأرض. من أين تعلمنا تجاربنا الأولى؟ من أين استفدنا؟ من أين تطورنا؟ من أين صقلت شخصيات الصحفيين؟ كيف؟ من الميدان. لأن الميدان مش واحد. الصحفي في عمله مش دائما في مكان أريحية وتفضلي ولقاء وموعد ومرتب وترحيب، لا، قد يكون العكس تماما. الطرد والنفر والانتهاك والاعتداء هو الوسيلة الأخرى، هو الميدان، ميدان آخر من ميادين العمل. لذلك يجب أن تسقل شخصياتنا في هذا الميدان، عشان هيك يجب أن نقترب أكثر من الميدان. كلما اقتربنا كلما تعلمنا أكثر، وكلما خضنا أكثر في غمار هذا الميدان وتفاصيله استطعنا كمان أن ننشئ علاقات اجتماعية من خلال هذا الميدان، مع شهود العيان، مع الشخصيات الرسمية، مع الشخصيات غير الرسمية، مع كل الناس اللي ممكن نشتغل معهم. لذلك اهتموا جدا بأن تبدأوا البداية التدريجية الطبيعية التي فعلا تسقل شخصيتنا من البداية، وهي الميدان. إذا هذه هي المهام الأساسية اللي في البداية حنقوم فيها، وهي المهام اللي ننطلق من الميدان. نأتي إلى المهام التحريرية. إيش كلمة تحريرية؟ ما هي المهام التحريرية؟ الكتابة الصحفية، المقالة. الكتابة الصحفية. غير هيك إيش بيشتغلوا تسمعوا المحررين الصحفيين؟ النقد، ينقد كتابة، يعني المقالات الناقدة. تمام، تفضل. تعديل الأخبار. تعديل، تحرير يعني. مدقق لغوي. نعم، مدقق. معد. معد يمكن في مهام ممكن تأتي، لأنه جزء من مهمة المعد هو كتابة مقدمة البرنامج وإشي، بس إحنا بنحكي يمكن الآن على صحافة إلكترونية ومطبوعة أكثر منها إذاعية وتلفزيونية. إخراج الخبر بالصورة المطلوبة. إخراج الخبر بصورته النهائية. لدينا في عدة مهام جيد أنكم تتعرفوا عليها من البداية. المهام التحريرية، أول وأهم وأعلى منصب تحريري في أي مؤسسة من المؤسسات هو رئيس التحرير. هذا الشخص هو الذي يمثل أعلى سلطة تحريرية. تحريرية لأنه في سلطة أخرى إدارية داخل المؤسسة، يعني في الهيكل التنظيمي لأي مؤسسة في عندنا القطاع الإداري والقطاع التحريري. تمام؟ طبعا بينهم علاقات متشابكة، بس المؤسسة في أساسها تحريرية مش إدارية، يعني الأبرز واللي بيظهر للناس هو القطاع التحريري. الإداري ما يتعلق بالعمال والموظفين والصرف والنقل والمواصلات والتخزين والمخازن والإمكانات، هذه كلها النواحي الإدارية. رئيس التحرير هو الذي يرسم السياسات العليا للمؤسسة ويشرف على متابعتها وتنفيذها، لكن لا يشرف ميدانيا. يعني لا نجد رئيس التحرير في الميدان، هو لم يقفز مباشرة إلى مهمة رئيس تحرير، وإنما كان مراسل، عمل مراسلا وعمل 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 إلى أن وصل إلى هذه المرتبة العليا. وأضف إلى ذلك دلالة أخرى من أدلة أهمية وحساسية منصب رئيس التحرير، المحاسب أمام القانون والقضاء والجهات الرسمية رئيس التحرير. يعني أنت بتشتغل في مؤسسة إعلامية، أخطأتي ممكن تحاسبي، لكن المحاسبة الرئيسية رئيس التحرير. لماذا؟ هو الذي أجاز النشر أو منع النشر، وهو بتحمل مسؤولية كل ما ينشر داخل الموقع الإلكتروني، داخل الصحيفة، داخل التلفزيون، الإذاعة. يعني الآن هذه صحيفة فلسطين، تمام، عددها محدود. رئيس التحرير مسؤول عن كل كلمة بداخلها من الألف إلى الياء. لكن منطقيا لو سألنا سؤال، هل يستطيع إنسان واحد أن يتابع الصحيفة من الألف إلى الياء؟
إذا كيف يستطيع أن يكون مسؤولا؟ كيف يمكن أن يضبط هذه العملية؟ أنا تفضل. العناوين بشكل عام أن يقرأ العنوان لكل موضوع. طيب إذا كان لديك الصحيفة زي الصحف الأجنبية صحف من 80 صفحة وأكثر 80 100 120 هل يستطيع يقرأ العناوين؟ لا لا يستطيع. طيب كيف بده يضبطها؟ كيف بده يتابعها؟ آلية المتابعة عبر من؟ توزيع المهام لمن؟ للمحررين. هناك في كل مؤسسة إعلامية مجموعة من المحررين المختصين. طبعا هذا كله بيرجع للمؤسسة كبيرة صغيرة متوسطة حجمها، يعني ممكن تلاقي كل اللي بيشتغلوا في المؤسسة خمسة اثنين. طبعا اثنين بتكونش مؤسسة بمعنى مؤسسة، لكن يعني الشغلة بسيطة جدا. لكن المؤسسات قد تصل إلى مئات الموظفين زي وكالات الأنباء والمؤسسات الكبرى، هذه بتلاقي في عشرات المحررين المختصين. الآن رئيس التحرير في له نائب، قد يكون ليس شرطا، قد يكون له نائب أو مساعد. نعم. في منصب آخر بيجي أكثر ميدان أكثر قربا من الميدان وهو مدير التحرير. هذا يتابع المحررين مدير التحرير وبتابع العام ميدانيا اكثر، بتابع اكثر من رئيس التحرير. مدير التحرير مرتبط بشبكه من اقسام التحرير. شو يعني اقسام التحرير؟ زي قسم الشؤون المحليه، قسم الشؤون الاسرائيليه، قسم الشؤون العربيه، قسم الشؤون الدوليه، محرر الشؤون البرلمانيه، محرر الرياضه، محرر الاقتصاد، محرر الفن، محرر الشؤون الفنيه، محرر الشؤون العسكريه. كل هذه اقسام متخصصه. كل ما زادت الاقسام كل ما كان افضل انه بتكون متوسعه اكثر وتخصصات اكثر، معناته امكاناتها اكبر هذه المؤسسه الاعلاميه. هذول الناس طبعا ايضا اشخاص مختصين وعندهم قدرات عاليه، بتكون المحررين المسؤولين عفوا يعني المحرر الواحد قد يكون مسؤول عن مجموعه كمان كبيره من المراسلين والمندوبين والكتاب وما الى ذلك. اذا اقسام التحرير مرتبطه بشبكه مراسلين ومندوبين. مين الأساس طلع؟ مراسل يأتي بالخبر بيقدمه للقسم الخاص، القسم بجهزه بيطلع لمدير التحرير ومن ثم بيطلع النشر أو البث أو يعني بيطلع رئيس هيك بس منصب. لا يتابع. لا 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 منصب أهم منصب يعني لا 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 يتابع يوميا اجتماع. أول شيء هناك في كل مؤسسة يجب أن يكون اجتماعات، والمؤسسة المحترمة المهنية اجتماعين في اليوم، اجتماع صباحي واجتماع مسائي لمناقشة أهم الموضوعات التي ستطرح، أهم الموضوعات التي طرحناها بالأمس ولها متابعة، أهم القضايا، التكليفات، هذا في الاجتماع وهو يشرف عليه. هذا أمر. اليوم في عندك خبر حساس، خبر مهم، خبر يتعلق بالسياسة التحريرية، يجب أن يعرض على رئيس التحرير أمامه يعني مهام عديدة جدا، العلاقات مع المؤسسات الأخرى، العلاقات مع الجهات الأخرى، كل هذا يشرف عليه. مش معناته أنه إنسان يجلس في مكتبه الفخم ولا يرى أحدا، يتابع الأحداث أولا بأول. افترض أنت رئيس تحرير تعمل في مؤسسة تتابع القنوات الفضائية وقناتك اللي جابوا خبر مهم لا أحد يعلم عنها، عن هذا الحدث من القناة تبعي، بتصل مباشرة، لماذا لم يأتي خبر إلينا من هذه المنطقة؟ ما المشكلة؟ لا يوجد لدينا مراسل، لا يوجد لدينا مندوب، هناك مشكلة، المراسل لم يأتينا. مرة مرتين بعالج المشكلة، يا إما بعين مراسل، يا إما بغير هذا المراسل. في توجيهات، في متابعات، في مهام إدارية أصعب أحيانا من المهام التحريرية، لأنه هذا تتعلق بالسياسة العامة وبالصورة العامة اللي أنا بدي أقدم مؤسستي من خلال. إذا هذه هي التوليفة تبعت. وفي عندي مهمة أخرى من المهام التحريرية وهي مهمة راقية جدا، سمعتوا يمكن عن كاتب صحفي. هو في الأساس صحفي لكن امتهن أيضا مهنة أخرى وهي مهنة الكتابة، كتابة المقالات أقصد فيها. كتابة المقالات يا أخواتنا لحالها مهنة قائمة بذاتها، يعني ممكن نأتي إلى بعض الناس ما عملك كاتب مقالات، يعتاش بالكلام،
كتاب المقالات المشهورين في العالم وفي الوطن العربي مش يحققوا دخل عالي جدا جدا جدا. بعض المقالات تنشر في اكثر من صحيفه بالتزامن في نفس اليوم، وكل المؤسسات اللي بتنشر بتدفع له. في اسماء لامعه كبيره عندما تذكر فهي يعني يشار اليها بالبنان في هذا الاطار. اذا الكاتب الصحفي ايضا له رصيد كبير جدا من هذه المهام. اذا هي نوع اخر من المهام الصحفيه التي يمكن ان نتقلدها، اللي هي لها علاقه بموضوع التحرير وموضوع الكتابه وموضوع اللي هو انتاج الماده المكتوبه او الالكترونيه وما الى ذلك. واضحه هذه الصوره؟ في اي سؤال، اي استفسار، اي اضافه؟ ننتقل الى نوع اخر، الفنيه. ما المقصود بالفنيه هنا؟ تصوير واخراج. اليوم في ملاحظة جديرة بالاهتمام، الجيل الجديد يهتم بدرجة عالية جدا بموضوع التصوير كثير، يعني هذه شيء لم يكن معهودا من قبل. اليوم الأجيال الجديدة تحب التصوير بدرجة عالية. التصوير في عنا نوعين، بس أنا أتحدث عن تصوير صحفي وليس تصوير حفلات وتصوير أفراح. لا، التصوير الصحفي له قواعد وله أصول تختلف، تمام؟ في تصوير حي فيديو، وفي ستيل فوتوغرافي. في تصوير حي إذن، وفي تصوير فوتوغرافي. ستذكروا في المحاضرة الأولى بالنسبة للتصوير الحي، أخطر مهنة في عالم الصحافة المصور الصحفي التلفزيوني، هو الأقرب إلى في قلب النار، في قلب الحدث دائما. وأكثر ناس تعرضوا لانتهاكات، تعرضوا لاعتداءات، تعرضوا لعمليات قتل هم مصورين صحفيين تلفزيونيين بدرجة أساسية. إنه هذا حتى يلتقط الصورة الحية لازم يكون قريب وموجود في المكان، وهذا اللي بزيد تعرضه، درجة تعرضه إلى الخطر. أيضا مصور فوتوغرافي ليس بعيدا، ولدينا الأمثلة موجودة، زملاء لنا اللي هم موجودين سواء استشهدوا أو أصيبوا أو قطعت أطرافهم. في عنا أكثر من نموذج، في عنا عماد غانم زميلنا، في عنا محمد عثمان، في عنا فضل شناعة اللي استشهد، وقريقع وسام أعتقد، ونماذج كثيرة جدا اللي تعرضوا لاستهداف مباشر وبقصد، طبعا مش يعني باي تشانس، لا بقصد، لأنه إسرائيل تحدثنا فيما سبق أنه الصورة لها قوة أكثر، الصورة تغني عن ألف كلمة، والصورة في عالم الأخبار لها قوة كبيرة جدا. بالضبط، هي تفضح تفضح الانتهاك على الملأ بالصوت والصورة، ففيها كل المؤثرات متوفرة فيها. هذا جانب، يعني ممكن أشتغل في هذا الجانب. في جانب آخر لا يقل، وهذا وإن كان جمهوره محدود لكن له طريق، يعني بمعنى أنه أنا دخلت في عالم الصحافة لكن وجدت ميولي واتجاهاتي تروح تذهب باتجاه الإخراج الصحفي. إيش يعني الإخراج الصحفي؟ أو الإخراج التلفزيوني أو الإخراج الإذاعي، هذاك يعني مدرسة ثانية مختلفة، لكن خلينا نحكي الإخراج. إخراج هو كيف شكل البرنامج راح يكون؟ بالضبط، هذاك التلفزيون يعني له أصول معينة. إخراج الصحفي، هذه الجريدة كيف تم إنتاجها بهذه الصورة الفنية؟ الإخراج هو التصميم، تصميم الصفحات، تصميم، نعم، ديزاين، لكن مش مجرد مصمم. يعني ممكن واحد أخذ دور التصميم، تصميم عادية، أو مهندس تصميم يعمل لي صحيفة؟ لا، لأنه هذا تصميم إخراج صحفي له قواعد وله أسس وله اعتبارات مهنية يجب أن نراعيها في الصفحة الواحدة وفي الصفحتين المتقابلتين والشعار والعنوان، وكيف نزيد للموضوع قوة من خلال الإخراج وما إلى ذلك. وهذه مهمة بيشتغلها واحد في الجريدة بسمى سكرتير التحرير، احيانا بسموه سكرتير، احيانا المخرج الصحفي. يكون في عنده
رؤية فنية هي الأهم، مش بس لديه مهارات العمل على أجهزة يعني زي برامج النشر اللي حتدرسوها ما إلى ذلك، هذه تقودكم إلى عملية الإخراج. برامج النشر الصحفي هي عملية إخراج الصحيفة على البرنامج. يعني في مساق تدريب 2 وتدريب 3 إن شاء الله لو حلفها الحظ تتخصص في الصحافة ستنتج صحيفة صوت الجامعة. تنتج الإنتاج هو مرحلة، يعني إنتاج الصحيفة من الألف إلى الياء. أنتم الذين ستأتوا بالأخبار أو التقارير وتعدوها وأفكارها مع إشراف المدرسين وتلتقط الصور وتأتوا إلى المختبر لإخراج الصحيفة. كل تنتين أو كل مجموعة بيكونوا مخدين صفحة أو صفحتين وبيبدأ يحطوا الصورة الأولية أو المكيت الأولي لإخراج هذه، بنسميه المكيت اللي هو الدرافت الأولي لإخراج الصفحة اللي إحنا بنشتغل عليها. وبالتالي أنه أنا الآن بمارس دور مراسل ومحرر ومخرج ومصور، كل الأدوار هذه أمارسها مرة واحدة. وهناك وظائف ومهام إدارية داخل، يعني كل عمل فينا نواحي إدارية. حتى لو أنا كنت بشتغل لحالي صحفي، يعني لدي مكتب أدير مكتب أو أعمل مع مؤسسة معينة، يجب أن أدير نفسي، كيفية إدارة الأمور، الإدارة الشؤون الإدارية، النواحي المالية، العلاقات، إدارة الوقت، كل هذه الأمور يعني تقع في إطار المهام الإدارية. في بضل شغلة أخيرة تسويقية، قد تعمل واحدة من كنا في مجال الإعلانات، خاصة من تختار تخصص العلاقات العامة في تسويق، في إعلان، في تصميم إعلانات، في تصميم إعلاني، ممكن تصميم إعلانات. وهذا كل شيء مدرسة وله تخصص وله عالم وله برامج وله مهارات تتعلق فيه. فالشاهد في كل هذا الموضوع إنه أمامنا لوحة كبيرة وواسعة من المهام. مين الأهم في كل هذه الحلقة؟ المراسل. هو الشخص نفسه وليس المراسل. أنت ماذا تقرري؟ أين ستذهبين؟ ما هي المهارات التي اكتسبتيها وتحتاجين اكتسابها حتى يعني تكوني في هذا المكان أو في غيره أو في غيره أو في غيره؟ الفرصة أمامكم سانحة أخواتنا، واتفقنا إنه كلنا ربنا خلقنا الحمد لله ولدينا مهارات، لكن تحتاج منا إلى عملية لعملية استكشاف. تحدثت في المحاضرة السابقة مرحلة استكشاف المهارة. أنتم الآن في مرحلة استكشاف المهارة، بمعنى أنا متأكد إنه بعض كنا لديهن مهارات جيدة لكن مدفونة مش مبينة، وهي قد لا تعلمي أنت نفسك. بتعطيكم مثل قريب، تعرفوا المدربين الناجحين تبعون فرق كرة القدم إيش بيعملوا؟ بروحوا للأحياء الشعبية أو للفرق الصغيرة، بيراقبوا التدريبات والمباريات. لماذا؟ حتى يصطادوا اللاعبين المهرة، انتقاء اللاعبين المهرة. وهكذا أنت تبدأ في إذاعة محلية، الإذاعة المحلية هذه بتكون طريقة نحو العربية والعالمية وما إلى ذلك. معنى لازم نبدأ، المهم أن نبدأ ولا نخجل من البداية الضعيفة والبداية وما إلى ذلك. المهم أنه يكون في عندنا عزيمة، في عندنا هدف، في عندنا رسالة، في عندنا تصميم، في عندنا إرادة ونية صادقة، وأنه إحنا نكون بالتأكيد إن شاء الله ستكون. وأعطيتكم مثل في المساق السابق في فن الإذاعة والتلفزيون. أنا متأكد لو كان عندنا مساق آخر مكمل له مباشرة في الفصل هذا سنكتشف مجموعة من واكتشفنا الحمد لله، لكن سنكتشف بطريقة أكبر مجموعة من المبدعين الجدد في عالم الإذاعة والتلفزيون اللي بيمكن يقدموا برامج رائعة جدا، سواء في على صعيد الإعداد أو صعيد التقديم أو صعد أخرى، في منهم دخلوا معترك المونتاج التلفزيوني أو الإذاعة. فإذا لكن إذا ضلينا في منطقة واحدة لا نتحرك، ننتظر الفرصة ونقول لا يوجد عمل، لن تأتي هذه الفرصة. السؤال الأهم، إذا جاءتك الفرصة هل أنت مستعدة؟ هل لديك من المهارات ما يمكن أن يثبت أقدامك في هذا المكان؟ هذا هو السؤال المهم. طبعا مين اللي بده يجيب؟ أنت اللي بتجيبوا على هذا السؤال. فأرجو أنكم تهتموا بموضوع المهارات، لأنه هذا الموضوع حاجة للنقطة التالية الآن مصيري بالنسبة لنا وخاصة لكم، لأنه أنتوا لسه على بداية الطريق. في أي سؤال على هذه النقاط؟ واضحة؟ هذه مجموعة يعني يا ريت تأخذوها
في ورقة واحدة حتى تتذكروا وتشوفوا أنتوا وين حابين تروح. كويس إن الواحد من البداية يقرر، ممكن يقرر أكثر من قرار لكن حيظل يلف يدور في قرارين ثلاثة وبعدين يركز على واحد منهم. كيف يمكن أن أكون صحفي؟ هذا يعني سؤال مثار جدل واسع لا أستطيع أن أجيب عليه الآن في دقائق معدودة، لكن إحنا بناخذ الحلقات الأساسية، المفاصل الأساسية في الموضوع، ثلاث مفاصل أساسية، في غيرهم طبعا سدول أنا بقول أساسية، يعني في أشياء كثيرة أخرى. المهارات، موضوع المهارات، ثم المهارات، ثم المهارات. حتى كل ما ازدادت مهارتنا كل ما ازدادت فرصنا. المهارة، لا أقصد بالمهارة الدرجة العالية، الدرجة العالية كويسة لكن ليست الأساس، مطلقا ليست الأساس. أنا صاحب عمل، أنا مؤسسة إعلامية، حطيت إعلان، وضعت إعلان في وسائل الإعلام، طالب محرر أو مدير تحرير، جاءت خريجة أو خريج كمان مش يعني طالب، جاءت خريجة وجاء طالب عشان يكون المثل أوضح، وتفوق الطالب اللي في مستوى أول أو ثاني على الخريج أو على واحد بيشتغل في الإعلام أو تدرب يعني في مؤسسات، ما الفرق الذي جعله يتفوق؟ احنا بنحكي بالناحية المهنية مش مهار فرض نفسه. عشان هيك البعض لا تعيبوا على البعض انه لماذا من تخصصات اخرى يعمل في الإعلام، طالما لديه المهارة يرحب به. صاحب المهارة النوعية خاصة يرحب به، وهذه المهارة تذكروا جيدا، المهارات جواز سفر مهني باقتدار، بمنحك جواز سفر مهني باقتدار، بقوة بقوة. انت عندك مهارة، يعني انت عندك مهارة يعني تستطيع ان تفرضي نفسك على الاخرين بمهارتك وليس باشياء اخرى، لا بعلاقاتك ولا باسمك ولا باسم عائلتك ولا بواسطة ولا محسوبية ولا شيء، بالمهارة فقط. يمكن البعض يقول في مبالغة في الكلام لانه الواسطة موجودة، نعم لا ننكر، لكن دائما في ناس في المؤسسات تحترم اصحاب المهارات وتلتقطهم التقاط، وهذا نماذج كثيره جدا بتصير امامنا. المهارات اللي حنشتغل، يعني لا اخفيكم لا استطيع العمل معكم في المساق، يا ريت كنت اتمنى، لكن سنحاول ان نتيح الفرص لكم لاكتساب هذه المهارات لنساعدكم فقط من باب المساعده والارشاد. هذه المهمه منوطه بكم من الالف الى الياء. مين اللي بده ممكن يخلي عندي مهارة؟ أنا نفسي، مش المحاضرة ولا المحاضرتين ولا الثلاث محاضرات ولا المسار. إذا تابعت، إذا تدربت، إذا مارست، إذا طورت، فمعناته مهارتي ستزيد، ما عدا ذلك لن تزيد. لا يوجد إنسان يقرأ كتب ومن خلال القراءة فقط تولدت لديه المهارة، تولدت لديه المعرفة بالمهارة وأصولها ماشي، لكن المهارة نفسها لا تأتي إلا بالممارسة. مهارة اللغة مثلا، اللغة من وين تيجي؟ الممارسة. قد تتخرجي من كلية من بكالوريوس لغة إنجليزية ولم تمارسي مطلقا، لا تستطيع أن تتحدثي بجملة واحدة مع ضيف أجنبي، لأنه لديك رهبة، عدم قوة، كذا، تعرفيش، مش عندك قوة في عملية العرض وما إلى ذلك، في عندك مشكلة. المهارات اللي حنشتغل عليها في هذا المسار نوعين من المهارات سنؤسس لها، مهارات ميدانية تتعلق بأصول التغطية الميدانية. ما المهارات المطلوبة مني كصحفي مبتدئ لتغطية حدث صحفي؟ هذه سنوجهكم باتجاه إن شاء الله. النوع الآخر من المهارات، مهارات تحريرية تتعلق بالكتابة والتحرير. هو الصحفي الآن يغطي الحدث ويجمع المعلومات ويجري اللقاءات ويرسلها مادة خامة للمؤسسة؟ لا، يحررها ثم يرسلها والمؤسسة بدورها تشيك عليها بصورة نهائية. قد لا يغير المحرر كلمة واحدة، إذا أنت مهارتك جيدة بالتحرير ولا كلمة بغيرها، العكس ممكن يتفوق
المحرر على مديره او على رئيس التحرير في مهارته في هذه التحرير. هذا ايضا مهاره اخرى تحتاج منا الى جهد والى تدريب. اعطيكم مثال الان. مثلا نحن بدانا في الخبر الصحفي وتحدثنا عن مصادره وعناصره وما الى ذلك، وصلنا الى تدريبات في الخبر وكتابه الخبر وتحرير الخبر، وصلنا الى تحرير العنوان. تعرفنا على انواع العناوين الخاصه بالخبر الصحفي وكيف تكتب واصوله، تمام، كل هذا الشيء المعرفه حزناها. طب والممارسه كيف؟ اذا لم اعد تحرير عشرات الاخبار، 30 خبر، 40 خبر، 50 خبر، لا استطيع انه انا اكتسب البدايات الاولى كمان للمهارة. الاخبار ليست شكلا واحدا، التقارير ليست شكلا واحدا، لكل مقام المقال في اسس، نعم في اسس عامه، لكن هناك اختلافات يجب ان نراعيها في كل خبر وفي كل معلومه وفي كل شيء احنا بنكتبه. لذلك هنا بتيجي مرحله التدريب. انا بحكي لك انه احضر صحيفه او افتح موقع الكتروني وانقل بعض الاخبار وشيل العناوين وعيد تحرير العنوان وقارني العنوان الرئيسي بالعنوان اللي انت كتبتيه وانتجتيه مره مرتين ثلاثه اربعه خمسه 20 30 40 50. ببدا متاكد انه بدت عندك المهاره تتولد، لانه تكررت العمليه، صرت تفكري كيف العنوان، ممكن عدد كلمات العنوان، من وين بتجيب العنوان، كيف بنركب العنوان، ايش الممنوع في العنوان، ايش المسموح في العنوان، كل هذه الامور اصبحت امامك لوحه متكامله. تستطيع، بقول انه الان استطيع انه اتحدث انه انت لديك قدره اوليه على تحرير العناوين. وهكذا في المقدمات، وهكذا في الجسم، وهكذا في كل اجزاء الخبر. لكن هذا مثال من الامثله الكثيره والمتعدده اللي ممكن احنا نستعرضها. اذا هذا التدريب يحتاج منكم الى تواصل. ولدينا الصفحة اللي حنستعرضها الآن، صفحة الفيسبوك الخاصة بالمسار، ستغنينا كثير جدا، والتجربة شاهد على ذلك والحمد لله، تجربة العام الماضي وتجربة العام اللي قبله وما إلى ذلك. هذه الصفحات صفحات تفاعلية، بمعنى بعض الأحيان ممكن أطرح سؤال، ممكن أعطوكم نموذج خبر وأطلب منكم التعقيب على ما رأيكم في العنوان، أو عيدوا صياغة العنوان، أو اكتبوا مقدمة أخرى، اقترحوا مقدمة أخرى لهذا الخبر وما إلى ذلك. اللي بتجاوب معنا وبتفاعل، صح مش ملزم، قد يكون في احيان ملزم وقد يكون في احيان غير ملزم، لكن اللي بتجاوب باستمرار هو المستفيد وليس انا، تمام. اذا مجال الفائده الان الاكبر مرهون فيكم انتم، التحصيل الاكبر للمهارات مرهون فيكم انتم. فلذلك ارجو ان تنتبهوا الى هذه المساله جيدا في مجال موضوع الثقافه. ما يحتاجش لنقاش، صحفي بدون ثقافه معناته كالوعاء الفارغ، اي شيء بنصبه فيه هو بيستقبله، وهذا خطر كبير جدا. ايش يعني اي شيء بنصبه فيه؟ يعني ممكن يتقبل كل شيء، يتقبل الغث والسمين والعاطل والمنيح والصالح والطالح والكذب والصدق بنفس رضيه، يعني بدون تمييز. هاي المشكله، احنا ممكن نتقبل لكن بنميز وبنبعد وبنفرز وبنغربل المعلومات وبنناقش وبنحاجج وبنبين له انه انت كذاب بطريقه لبقه، بنقول بدون ما نحكي هذه الكلمه وهكذا. لكن صحفي مجرد بهز راسه وبستقبل اي شيء، لانه ما عندوش معلومات، ما بيعرفش، مش عنده ثقافه، مش عنده رب، ما بربط الاحداث مع بعضها البعض. هذا عالي على نفسه وعلى غيره ولن يصمد طويلا. هذا النوع من الناس كل يوم حيقع في مطبات، مطبات في العمل كل يوم، وهذا بالتالي بضعف صورته ومكانته عند المؤسسه. اخر شيء موضوع اللغه، اللغه يا اخواتنا، لا اقصد باللغه الانجليزيه، قبل ان ننتقل للانجليزيه دعونا ننتقل للعربيه. لغه الاساس، اداتنا الاساسيه للتواصل مع الناس من خلال كل وسائل الاعلام هي اللغه العربيه، فلذلك يجب ان نتقن هذه اللغه. نعود انفسنا ان نكتب بطريقه صحيحه. يعني كثير بعض الصحفيين اللي زملائنا في خلال سنوات العمل، يعني كان عنده مشكله كبيره، بتعرف موضوع النحو والاملاء والشغلات هذه، بقول لك لا لا خلي بكتب بعملها كيف بدك، ما عدا موضوع القوه في اللغه والرصانه والكتاب، ما هذا مصدر ضعف، ضعف شديد. ليش؟ انا محرر، عندما تاتيني ماده صحفيه منك ومن الالف الى الياء كاني قعدت كتبتها، المره الاولى بتعامل معها، المره الثانيه بتعامل معها، في المره الثالثه سأصفها على جنب بعدين بحررها.
هذا مشكلة بيعمل للمحرر، لأنه المادة ضعيفة، ركيكة جدا، أسلوب ضعيف، بيأثر على المضمون وبيأثر على الشكل العام تبع المادة، وهذا بضعف مكانة الصحفي نفسه. لذلك يجب أن نهتم باللغة ونهتم باللغة الإنجليزية، لأن اللغة أيضا هي اللغة الأولى في العالم، وفي عالم الصحافة قد تأتي لنا فرص لنتواصل مع الآخرين. اليوم عندنا شبكات التواصل الاجتماعي تتيح لنا نتواصل مع الناس، نتحدث، نعرض قضيتنا، وهذه مكمن الضعف الشديد لدينا سواء كسياسيين أو كإعلاميين أو كحكومات أو كأحزاب أو ما إلى ذلك. لا نستطيع أن نعرض قضيتنا للآخرين بلغة غير لغتنا، وهذا لا، يعني إحنا بنحكي لحالنا الآن. لما كل الإذاعات وكل الفضائيات بتحكي بلغة واحدة، بنحكي لحالنا، لكن العالم الآخر لا يسمعنا جيدا ولا يستطيع أنه هو يعني يتواصل معنا بالطريقة الجيدة. كل هذه الأشياء تكون بصمة. تحدثنا يمكن في اللقاء الأخير عن كلمة بصمة، ماذا تشكل لنا كلمة بصمة؟ كل واحد منا يجب أن يعرف ببصمة. البصمة هي مهارة. هذا رائع جدا في موضوع التحرير، التقديم، الإلقاء، الإخراج، التصوير وما إلى ذلك، ونسينا في المهام المدقق اللغوي، في المهام التحريرية قبل قليل نسينا المدقق اللغوي، هذه مهمة. المدقق اللغوي كمان يا أخواتنا مش مجرد والله هذه فاعل ومفعول، لا، تركيب الجملة وبناء الجملة وصياغة الجملة يتدخل فيها المدقق اللغوي، مش مجرد أخطاء نحوية أو إملائية، هذا جزء من التدقيق، لكن التدقيق يتعلق بكل شيء، بالأسلوب والتركيب وكل هذه النواحي. البصمة هي شخصيتك أنت، معروف يعني كل واحد منا في بيته على الأقل في المجتمع الصغير معروف بشغلة معينة، أسلوبه، صوته، هدوءه، بضجته عكس الهدوء أو أي شيء، مظبوط؟ الآن إحنا بدنا ننقل هذا البصمة إلى عالم الصحافة. بدنا بعد فترة في نهاية المسار إن شاء الله تكون بدايات البصمة بدأت تتشكل، بدأت دربك، وأنا ما قلتش إنه خلص اندمغ، لكن بدأت، بمعنى والله أنت انسجمتي مع موضوع الكتابة ولقيت نفسك بتكتب منيح. أنا لقيت نفسي لا، مهتم كثير، بميل للتصوير أكثر. أنا في الإخراج رائع الإخراج وحلو وجاي جاي على مزاجي زي ما بقول، وهكذا. هذه البصمة هل معناها أنه أتوقف عندها ولا أحوز غيرها من المهارات؟ لا، ولكن أركز عليها أكثر وأكثر. وجدت نفسك في التحرير، وجدت نفسك في الكتابة، ظلك مهتمة في هذا الموضوع أكثر فأكثر، لأنه حتكون هي عنوانك، هي عنوانك، هي شخصيتك. البصمة تعكس شخصيتك. طبعا نتحدث عن الشخصية المهنية الآن، مش الشخصية فقط الاجتماعية، الشخصية المهنية. يشار إليك بالبنان، محرر رائع، مذيع، محاور ممتاز، وهكذا. ممكن يكون محاور رائع جدا لكن لا يجيد كتابة الأخبار ولا يهتم بكتابة الأخبار، ممكن جدا، وهذا موجود النموذج. يعني في محررين مستعد يجري عشرات الحوار لكن لا يغطي أو لا يكتب تحت تقارير مكتوبة، مش مستعد. كثير من زملائنا اللي بيشتغلوا في الإذاعة والتلفزيون يقولوا احنا لا يمكن نعمل في الصحافة الإلكترونية والمطبوعة، لا أستطيع أن أصمد طويلا في كتابة تقارير وعيد تحرير ومراجعة، بس أصل العمل الصحفي العمل المكتوب دربك. لذلك اللي بتتقن أصول العمل المكتوب والمطبوع تستطيع أن تتقن الفنون الأخرى. طبعا فيها مهارات أخرى، فيها حاجات إضافية، تمام، لكن هذه هي الأسس. حتى اللي بيعمل تقرير تلفزيوني، التقرير له سيناريو صغير، يعني في برضو كتابة ولا فقط مناظر مجمعة، لا، في سيناريو. مش المعد التقرير بتسمع صوت واحد بيحكي التعليق، كيف هذا التعليق؟ هذا كتب اسمه سيناريو وبيحكيه وبيعملوا مزج بين الصوت وبين الصورة والنص، تمام؟ إذا الكتابة هي أصل، يجب أن نتقن هذه الكتابة، وهي متعة على فكرة، متعة كبيرة جدا، لكن لن نشعر بمتعة الكتابة إلا إذا قرأنا، لأنه لا يمكن أن نكون كتاب ومحررين ولا نقرأ. أخواتنا زمان كانوا في تدريس الصحافة والإعلام يركزوا على ماذا؟ على كتب الأدب، وخاصة الكتب الأصيلة في الأدب. ليش؟
حتى نكتسب الثراء اللغوي تبع الأسلوب والوصف والأشياء هذه. كيف بدي اجيبها الآن؟ أنا كتبت قصة في نوع من الصحافة اسمه قصة صحفية أو خبر بطريقة القصة، يعني بحتاج وصف، بعرفش أوصف، بعرف أقول قال وأوضح وأكد وأعلن. طيب فقط؟ لا، هذا بيعطي جمود للمادة الإخبارية. يجب أن نتعلم أنه كيف أوصف، ما هو الأسلوب، المحسنات والأشياء هذه والأساليب اللي بنعرض فيها مادتنا كلها يجب أن نتعلمها ونتقنها. لذلك يجب أن نقرأ كثيرا حتى نستطيع أن نكتب. آخر شيء نختم فيه المحاضرة اليوم هو الصفحة الجديدة. هذه الصفحة أنشأتها الليلة، صفحة متخصصة للمسار اسمها نيوز تريننج. يعني ما زبط معي اسم فن الخبر لأنه رفضوا في موجود الأسماء هذه، فحنغيرها بعد هيك. مبدئيا الآن إيش المطلوب؟ إنه تدخلي على صفحة الفيسبوك، كل واحدة صفحتها، وبتحط في البحث نيوز تريننج، هذه واحدة. أو تسهيلا عليكم سأضع اليوم رابط هذه الصفحة ورابط المدونة الشخصية الأكاديمية تبعتي على صفحة الإذاعة والتلفزيون، فن الإذاعة والتلفزيون. هذه أسهل لكم، ادخلوا على فن الإذاعة والتلفزيون. نعم، هذه موجودة على الفيسبوك أيضا. ادخل على الصفحة هذه، هحط لكم لينكين تضغطوا عليهم وتعملي لايك وبتصير يجيك المواد الأول. هذه يعني سنستفيد منها استفادة كبيرة جدا، لأنها زي ما حكيت ليست إرشادية فقط، لا، تحتوي ممكن أي إعلانات، أي تواصل، أي توجيهات لكم، وأي تفاعل بمعنى توجيه تساؤلات وتلقي إجابات. الصفحة الأخرى هي المدونة اللي تحدثت عنها في المرة السابقة، مدونة المدرس الأكاديمي عبر موقع الجامعة، أيضا سأضع لكم الرابط في فن الإذاعة والتلفزيون. هذول مهمين جدا للتواصل، لأنه هذه الصفحة حيكون عليها تحميل المواد، لأنه الصفحات المفتوحة لا تحمل. في المحاضرة القادمة إن شاء الله سنبدأ مباشرة في الخبر الصحفي، وسأبدأ معكم بداية غير تقليدية، لن أبدأ ما هو تعريف الخبر وما إلى ذلك. سنحاول أن نقدم لكم تقديما جديدا وطريقة جديدة حتى يكون أكثر تفاعلا منكم، فأتمنى أنه تكونوا أكثر استعدادا إن شاء الله. نلتقي في المحاضرة القادمة، وأتمنى أن تهتموا بموضوع هذه الصفحات حتى نبدأ نتواصل من خلالها، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله.